عندما تدخل معبد عندارة الأثري في سوريا تجد على المدخل آثار أقدام عملاقة لكنها تبدو إنسانية، حيرت العلماء والباحثين في سوريا سنوات طويلة. فلمن تكون؟ وما حكاية هذا المعبد الأثري؟ سأحكي لكم في ملخص القصة. يجد العلماء أنفسهم أحياناً في مواجهة ظواهر وأشياء عجيبة يصعب تفسيرها، سواء تمثلت في حضارات قديمة لا يعلمون عنها شيئاً أو في جمادات تبدو كأنها ظهرت من العدم. في مدخل معبد عندارة الأثري الواقع إلى الجنوب من مدينة عفرين آثار أقدام بشرية لافتة لنظر الزوار وأيضاً السياح بسبب قياساتها الكبيرة. فما قصة هذه الأقدام المنقوشة في عتبات مدخل المعبد؟ تقع قرية عندارة إلى الجنوب من مدينة عفرين بنحو 8 كيلومتر، وذلك على الطريق الممتدة بين مدينة عفرين وقلعة سمعان، وإلى الغرب من القرية بنحو 2 كيلومتر يقع تل عندارة الأثري الذي يضم معبداً بازلتياً، ويمكن للزوار والسياح الوصول إلى الموقع عبر عدة طرق أهمها طريق حلب عفرين. يعود تاريخ معبد عندارة الأثري إلى 1004 قبل الميلاد، وهو مبني من حجر البازلت الأسود وبمنتهى الجمال العمراني، حيث نحتت واجهاته بأشكال نافرة وبارزة وتضم أسوداً مجنحة ورؤوساً آدمية نسائية ورجالية، يعتقد إنها تمثل الآلهة التي كانت تعبد في تلك الفترة التاريخية، وكذلك تماثيل لثيران تتشابه مع المنحوتات الميتانية والحسية والحورية. ويرجح الباحثون أن المعبد شيد لإله الشمس أو إله الجبل بيشو. إن الدخول إلى المعبد كان يتم وفق شكليات وطقوس محددة، فقد كان على المتعبد الداخل إلى المعبد أن يتطهر، وذلك بالاغتسال في حوض الماء الذي كان موجوداً أمام المدخل. بعدها وفي العتبة الأولى لمدخل المعبد توجد طبعة قدمين بشريتين بقياسات كبيرة، ثم وفي العتبة الثانية أثر قدم يسرى، وأخيراً وفي عتبة المصلى توجد أثر قدم يمنى. وهذا الترتيب يدل على طقوس معينة كان يمارسها ويقوم بها كل من يدخل إلى المعبد، مثل الوقوف وترديد الأدعية الطقسية الدينية يعقبها طريقة الدخول للمعبد، وذلك بحسب طبعات الأقدام الفردية الموجودة اليسرى ثم اليمنى. يتقدم مدخل المعبد درج بديع يتألف من 3 درجات تبرز وظيفتها المعمارية بإزالة فرق الارتفاع بين المدخل والساحة، وتظهر أهميتها الجمالية بنقوشها البديعة التي تجعلها لا تقل جمالاً وروعة عن طرفي الواجهة الرئيسية، وتزين قوائم الدرجات المتبقية أشكال تشبه الضفائر، بينما تركت دعساتها ملساء وهي تؤدي إلى الرواق، وعتبتي المدخل ذي المنسوب المختلف. تزين العتبة الأولى صورة قدمين بشريتين، والعتبة الثانية صورة القدم اليسرى وأبعادهم 97 سنتي في 35 سنتي. ولا شك أن هذه الظاهرة الفريدة من نوعها تثير العديد من